أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. رمضان كريم عليكم وكل سنة وانتم طيبين. أهلا بكم في أولى حلقات برنامجكم سكان المجرة. سكان المجرة برنامج اجتماعي طبي ثقافي متنوع. هدفنا من البرنامج هو زرع رؤية ورسالة وهدف داخل الشباب، وكمان تقديم معلومات صحيحة على أيدي متخصصين في كافة التخصصات. وعشان كده معانا النهاردة في أولى حلقات برنامجنا ضيف مهم جدا، وهو رائد من رواد الطب النفسي في مصر، دكتور وائل فؤاد سليمان، استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان، ومدير مركز الهدوء للطب النفسي وعلاج الإدمان، ومدير مستشفى الخنكة سابقا. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك يا استاذ. اهلا بيك. عايزين حضرتك في الاول تكلمنا عن سيكولوجية الصيام، وايه اهمية الصيام بالنسبة للسلام النفسي. اولا كل سنة وحضرتك طيبة وجميع المشاهدين بخير، ورب ان شاء الله يعيدوا علينا شهر رمضان باليمن والبركات. خلينا نتفق على ان الصيام كصوم هو ليه شقين، جانب بيولوجي وجانب سيكولوجي، يعني جانب روحي وجانب جسماني. يعني حتى في الاسلام الصوم هو مش مجرد صوم عن امتناع عن اكل وشرب وملذات الحياه، ولكن في كمان الامتناع وتاديب النفس وتهذيب النفس وضبط النفس اثناء عمليه الصيام. فبالتالي الجانب الروحاني بيبقى ماشي ومتماشي مع الجانب الجسماني. الجانب الجسماني طبعا فيه فوائد كتيره جدا للصوم، وبرضو الجانب الروحاني فيه فوائد كتيره جدا للصوم، اهمها هو ضبط السلوك البشري. بمعنى ان الانسان الانسان مستهلك طول الوقت، طبيعه الانسان المستهلك الاستهلاك، ووجود الاستهلاك ووجود مصادر الاستهلاك وان هو عنده القدره على استهلاك كل الامور بكل بساطه. يعني الاستهلاك بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا قدامي محل فبدخل اكل، قدامي كافيه فبدخل اشرب فنجان قهوه، جنبي ازازه ميه، فانا طول عندي السلوك الاستهلاكي ده. وخلي بالك ان السلوك الاستهلاكي ده ضبطه هو واحد من العوامل الاساسيه اللي بتخلينا بنضبط السلوك الانساني ككل، وبنحتاج في وقت من الاوقات الى تقنين هذا السلوك، وده بيتم عن طريق عملية الصوم. فالصوم هو مجرد ضبط، يعني لو كلمناه من ناحية طبية نفسية ان هو ضبط للسلوك الانساني على عن طريق الامتناع عن السلوك الاستهلاكي اللي موجود عندي وعن الاستهلاك المتوفر طول الوقت. ثم بعد كده نبتدي بالجوانب والاجزاء الروحية للصوم، بما فيها عدم الغضب، عدم النرفزة، الانفعال. كلنا حتى في الصوم الكلمة الشهيرة بتاعتنا اللهم اني صائم، يعني انت اي حد بينرفزك اللهم اني صائم، فانت كده بتضبطي السلوك الانساني، بتضبطي سلوكياتك ان انت ما تنفعليش، ان انت ما تغلطيش، ان انت ما تكذبيش، ان انت ما تنافقيش، ان حاجات الامور التانية اللي مع مجرد الصوم او الامتناع. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام في حديث بما معناه ان هو ان الانسان يعني لو هو طلع من رمضان بمجرد ان هو حصل بس امتناع عن اكل وشرب فكده ما حصلش الفايده بتاعه الصوم. غير كده ان الصوم موجود فيه طقوس انسانيه، ومن زمان من قديم الازل كان الصوم كنوع من انواع الضبط والترقيه الروحية للإنسان، وخدوه يعني من أيام القدماء المصريين والهنود والحضارة الصينية والحضارة الحضارات الشرقية كلها بتتكلم على الصوم، لدرجة إن إحنا دلوقتي تناقلت المواضيع وأثبت علميا إن ليه يعني فوائد كثيرة من الناحية البيولوجية ومن الناحية النفسية. تمام؟ في بعض الناس في رمضان بتبقى متنرفزة قوي، وخاصة وقت الصوم، يعني وقت قبل الفطار، ازاي نقدر نتغلب على ده؟ زي ما قلنا ان ضبط السلوك البشري بيتم عن طريق التدريب. فانا بدرب نفسي بكل مرة، كل يعني انا النهاردة في اول، ولذلك تلاقي الناس ممكن تبقى متنرفزة جدا في اوائل رمضان، ثم بعد كده يبتدي يحصل نوع من السلام والهدوء النفسي. ليه؟ لانه عمل تدريب. فزي ما احنا بندرب العضلة احنا بندرب النفس، زي ما بندرب البايسبس والترايسبس وبنقعد نتعب فيها لغاية لما تتدرب، احنا برضو بندرب النفس. فالتدريب النفس اللي هو عن طريق الممارسة
المستمره وتصبير النفس والنوع من انواع ان ايه انا بعمل ده عشان في ثواب عند ربنا سبحانه وتعالى، فبالتالي انا بعمل الكلام ده وباخد نتيجه من ربنا سبحانه وتعالى. تمام. وعشان كده بنقول ان الصيام ركن عظيم من اركان الاسلام، هل بيبقى ليه اثر طوال السنه؟ طبعا، ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي. فالصيام زي ما قلت لك احنا يعني احنا عندنا 12 شهر في السنه. ال 12 شهر احنا بنشتغل على السلوك، ان احنا بنزود السلوك الاستهلاكي وبنعمل كل حاجه، وكل اللي احنا عايزينه بنعمله، سواء من اكل، سواء من شرب، سواء من جنس، سواء من نرفزه، من غضب، من 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 يعني الجوانب البيولوجيه والجوانب الروحيه. لما بيجيني شهر بوز كده في النص وكاني انا بعمل نوع من انواع الريفريش او تنقيه الروح وتنقيه النفس من الاثار السلبيه اللي كانت حاصله على مدار السنه، ولذلك احنا بنلاقي نفسنا في اخر رمضان كلنا بنحس بالخفه من جوانا، يعني ان احنا خفاف، ان احنا مبسوطين، ان احنا سعداء، ان احنا، وتلاقي بعد رمضان كلنا بنبقى متضايقين ان رمضان عدى، رغم المعاناه والمشقه اللي بيمثلها هذا الشهر من معاناه الامتناع عن الاكل والشرب والكلام ده، الا انك انت في النهايه بتوصلي لفايده روحيه بتستمر معاكي لفتره طويله. الاكل العاطفي، في ناس بتزعل تاكل وتتبسط برضو تاكل، ازاي نكسر الارتباط النفسي بالاكل؟ طبعا احنا الاكل ليه مراكز في المخ، وهذه المراكز يعني في مركز للايتنج يعني للاكل، في مركز في الجهاز الانفعالي بتاع الانسان بينظم عمليه الاكل، وغالبا هذا المركز بيبقى يعني مرتبط جدا بالحاله الانفعاليه للانسان. فبعض الناس بياكلوا اللي هو السلوك الاكل الشره الشديد، سواء لما ياكلوا لما يتعبوا لما يبقى مكتئب او لما يبقى حزين، هو في الغالب بيبقى في واحد من الاثنين، يعني لما في بعض الناس عند الاكتئاب بيزيد وزنهم، وفي بعض الناس عند السعاده بيزيد وزنهم، وعند الاكتئاب بيمتنعوا عن الاكل وبيخسوا والكلام ده. طبعا احنا هنا بنقول للناس دي ازاي انا اقدر انظم السلوكيات الاكل، هنا يعني الادويه مش بتفيد قوي بقدر ما بيبقى العلاج السلوكي وتنظيم السلوك اللي هو برضو بيرجعنا تاني لمساله الصيام. الصيام الصيام بيعالج الاكتئاب والتوتر والخوف؟ يعني احنا نقول ان الصيام بيوصلني لحاله روحيه تقلل الاكتئاب والتوتر والخوف، لكن كعلاج او ان انا اتكلم عليه كعلاج، لكن بعض المدارس العلاجيه بتستخدم العلاج بالصوم فعلا وبتعمل نوع من انواع الصيام، وحتى في جمعيه الامريكيه للطب النفسي بتستخدم نوع الصيام كصوم كنوع من انواع تدريب السلوك البشري، فممكن يؤدي الى تاثير جيد في حالات الاكتئاب والقلق والتوتر. تمام. ونقدر نقول ان ده من فوائد الصيام. طبعا فوائد الصيام النفسيه والحياتيه، ايه هي فوائد الصيام النفسيه؟ لا، ما لو قلنا زي ما قلت لحضرتك، انا يعني يكفيني ان انا بنظم سلوكياتي، يكفيني ان انا بنقي روحي، يكفيني ان انا بوصل الى مرحله من ان انا بعمل حاجه للخالق سبحانه وتعالى، ودي بتخليني في سعاده داخليه وتخلي من جوايا نوع من انواع الراحه النفسيه والاتساق مع النفس، فتلاقيني ده لوحده ممكن ياثر تاثير جيد على الاكتئاب وعلى القلق وعلى التوتر، وبينظم من عمليات زي ما الصوم بينظم من عمليات بيولوجيه كثيره وبيخلي الكبد مثلا يرجع تاني يشتغل، برضه بيخلي الروح ترجع تاني تشتغل بشكل سليم. خلينا ننتقل لنقطه تانية ونقول ازاي نقدر نغير العادات السيئه في حياتنا زي العزله والاكتئاب. هو العزله هو عاده، لكن الاكتئاب مش عاده، الاكتئاب ده انفعالي، يعني حاجه داخليه انا بحس بيها، انا بحس ان انا مكتئب، لكن العزله ده سلوك فهو ممكن يبقى عاده. فاللي طبعا السلوك، انا دايما بنصح الناس ان لازم انت تبقى مشترك ومشارك في
الامور في حاجات كتيره. الانخراط مثلا في العمل الخيري والانخراط في مساعده الاخرين، وان احنا بما اننا في شهر فضيل هو شهر رمضان، فاحنا بالتالي برضو الانخراط في الاعمال الخيريه والحاجات دي تخلي الانسان ما يحسش بالعزله ويحس بان هو موجود وسط الناس. ولذلك حتى في مجتمع القريه عن مجتمع المدينه هتلاقي مجتمع المدينه هو الاكثر اكتئابا، بينما مجتمع القريه هو الاقل اكتئابا. ليه؟ لان في القريه كلهم بيقعدوا مع بعض، كله بيقعد جنب بعض، وكله بيقعد على المصطبه، وكله بيتجمع في جماعات كبيره او ناس كتير. ولكن مجتمع المدينه كلنا كل واحد فينا منشغل، فبالتالي منعزل، فبالتالي محدش يعني فايق لحد، ما بتقدرش تحكي وتتكلمي وتسمعي شكوى من الآخرين، فبالتالي ده يقلل شوية من انفعالك وحزنك وضيقك يعني. ساعات بنلاقي حد قريب مننا بيبقى متضايق أو مخنوق، نسأله مالك يعني متضايق ليه؟ بيقول مفيش، معرفش مالي. إيه سبب كده يعني؟ وإزاي نقدر نتصرف معاه في الموقف ده، خاصة إن إحنا لما بنضغط عليه في الأسئلة أكتر بينفعل أكتر وبيتضايق أكتر؟ احنا برضو خلينا نقول ان الانسان لما بيكون مكتئب او متضايق بشكل كبير قوي بيبقى عنده زي ما بنقول ايه، سرعة نرفزة او سرعة استثارة. فسرعة الاستثارة دي بتخليه بسهل جدا ان هو يتنرفز. وتلاقي الام مثلا اللي ممكن متعودة على اولادها ان هم طول الوقت بيعيطوا، لما يجيلها اكتئاب ما تبقاش طايقة صوت حد. تلاقي الشخص المكتئب مش طايق صوت مثلا اصوات العربيات او صوت اي اصوات بيبقى. فاحنا لما بنضغط على هذا الشخص، بالعكس دوري ان انا اطمنه، دوري ان انا لو هو قريب مني وفي علاقه حميميه، اب او ام او اخت او زوج، احضنه، اطبطب عليه واقول له طيب لما تحب تتكلم يا ريت تتكلم معايا. ما اضغطش قوي، لان احيانا هو غالبا ما بيبقاش عارف ايه اللي جواه وازاي يقدر يخرج الانفعال اللي جواه ده. لكن لما بنسيبه على راحته وبنحسسه بالامان وبنديله نظره الحنيه والطبطبه دي بتفرق معاه كتير جدا، وممكن يجي هو يتكلم او يعرف يعبر عن مشاعره الداخليه. لكن ما نضغطش عليه في لا الضغط في بالشكل اللي هو اصل الضغط كده، هو اصلا عنده سرعه استثاره وفي نفس الوقت انا بنرفزه. يعني انا بضايقه، يعني انا بقول له ايه مالك مالك مالك، فهو لازم تقول لا خلاص ما قوليش حاجه. طيب طب الامراض النفسيه اللي في حياتنا ليها اسباب معينه؟ طبعا الامراض النفسيه ليها اسباب معينه او اسباب كتير. يعني احنا لما بنتكلم على المرض النفسي بنقول ان المرض النفسي اول حاجه عامل بيولوجي، يعني عامل وراثي، ليه اسباب وراثيه، ليه اسباب بيئيه، ليه اسباب اجتماعيه، ليه اسباب في التنشئه وتنميه الفرد. يعني كل ما يمكن ان تتخيليه ممكن يكون بيؤثر على المرض النفسي، سواء من اول بدايه من العامل الجيني او العامل الوراثي الى البيئه المحيطه بيا والجو اللي انا قاعد فيه وعدد افراد الاسره، وهل في حد من الاسره عنده مرض ولا لا، وطريقه تعامل الاسره والترابط ما بين الاسره، حاجات كتيره جدا. ثم بقى النشأة والتنشئه وطريقه تربيه الاب والام وطريقه التعامل في المدرسه، هل حصل تنمر عليه ولا لا. يعني اقدر اقول اقوله لك ان انا عشان اقول لك اسباب الامراض النفسيه انا لازم اخد ايه 3 4 ايام اقعد اتكلم فيهم وما اسكتش خالص، عشان اتكلم على اسباب اللي ممكن تؤدي الى المرض النفسي، سواء المرض النفسي العصابي بمعنى المرض النفسي زي الاكتئاب والقلق، او المرض النفسي الذهاني زي الفصام والهوس والحاجات اللي ممكن تبقى فيها اضطرابات ذهنيه. طيب حضرتك بتقول ان التنمر ممكن يكون سبب من اسباب الامراض النفسيه. طبعا. طيب لو تعرض طفل مثلا في المدرسه لتنمر، ازاي نقدر نواجه الموقف ده؟ طبعا هو التنمر واحد من اهم اسباب الامراض النفسيه، وبيؤثر جدا على اولا ليه؟ لانك انت لما بتتنمري على شخص انت اولا بتكسري جواه الانا، وبتكسري جواه الايه التفرد وبتسخري منه وبتقللي من قيمه الذات. فبيبتدي هذا الشخص بيتعامل على بياخد موقف من اتنين، اما ان هو بيبقى مكسور قوي قوي او متنمر قوي قوي قوي، يعني حاجه من اتنين، لاما ان هو الشخص يعني ينكسر جدا وهذا الاثر يترك معاه اثر يبقى بعد كده مكتئب ويبقى مش عارف، او ان الشخص تاني علشان كنوع من انواع رد الفعل ان هو بياخد دور المتنمر ويبتدي هو يتنمر على الاخرين، ويبقى بقى هو بقى ايه اللي بيضغط على الناس ويتحول الى شخصيه سيكوباثيه او شخصيه يعني شريره الى حد ما. فالتنمر طبعا انا دوري هنا من اول تعريف
الناس بالتنمر. ولذلك الحمله بتاعت ليله التنمر دي كانت حمله من الحملات الرائعه جدا، لانها احنا كلنا بنتنمر على بعض، كلنا بنتنمر على بعض واحنا مش واخدين بالنا. بنتنمر في النكت، بنتنمر في الكلمات، بنتنمر في التعليقات، بنتنمر باي شكل من اشكال التنمر، وما بنبقاش واخدين بالنا ان اللي قدامنا ده ممكن يؤثر فيه تاثير سلبي جدا. فاحنا دورنا ان احنا يعني نعلم الناس ان يعني نقلل من حده التنمر، وفي نفس الوقت نعمل دعم نفسي واجتماعي للشخص المتنمر عليه. وبيبقى في دور للاب والام طبعا، ما هو ده الدعم النفسي والاجتماعي. يعني دعم نفسي من خلال الاب والام والمدرسه والناس المحيطين والمجتمع ككل، برضو لاي حاجه من يعني فيها تنمر نبتدي نكشفها ونبتدي نتكلم عليها ونبتدي ندرسها كظاهره. طب عايزين حضرتك تختص برنامج سكان المجرة بطريقة تعامل مع المشكلات النفسية اللي بتقابلنا في حياتنا. أصل هي المشكلات النفسية دي كتير جدا جدا كتير. جدا، فإحنا ما نقدرش نقول إن في طريقة مثلى للتعامل ما بين يعني على محور يعني حاجة واحدة أقدر أقول لك، أو نمط واحد نقدر نقول إن دي الطريقة المثالية. مفيش كده في العلم، ولا في علم النفس ولا في الطب النفسي، مفيش حاجة اسمها طريقة مثالية. ولكن الطريقة المثالية ان انت كن نفسك، ان انت حاول ان انت تبقى اولا تفرغ انفعالاتك، تتكلم، تعبر عن مشاكلك، تشارك الاخرين مشاركة ايجابية، وتبقى وتعمل ممارسات روحية وممارسات بدنية، دي تخلي الانسان الى حد ما سليم ومعافى من الناحية النفسية. طيب فئة المدخنين بيكونوا اكتر الناس العرضة للنرفزة في الصيام، عايزين نعرف ازاي نقدر نتعامل معاهم. يعني ده كمان واحد من الفوائد الكبيرة جدا لموضوع الصيام، ان هو برضو بيقلل كمان سلوك التدخين، وهي عادة من العادات اللي تقدر نقول ان هي عادة فيها نوع من انواع التعود الشديد والاعتماد على هذه المادة. فالشخص المدخن بيبقى في اول ايام الصيام برضو بيبقى متنرفز قوي، ثم بعد كده بيبتدي كميه النيكوتين اللي بتبقى في الجسم بتبقى اقل شويه الصبح، او فبيبتدي يتنرفز كتير جدا، ثم بعد كده يبتدي يتعود مخه، يتعود على ان هي دي الكميه الموجوده، فيبتدي يروض النفس اللي هي ترويض النفس او تهذيب النفس اللي بيتم من خلال عمليه الصيام. طبعا الشخص المدخن، في بعض المدخنين في اول ايام رمضان ما بيقدرش اصلا ان هو يخرج من بيته، وما بيقدرش يتكلم مع حد، لانه اتعود ان هو ما يتكلمش او يتعامل مع حد الا من خلال السيجاره. طبعا ده بنقول له ان لا، رفقا بنفسك، حاول ان انت تكيف نفسك في الفتره دي، ويا ريت يبقى مش الفتره بتاعت بعد التدخين بعد الفطار يبتدي بقى ايه يزود، لكن هي فرصه كويسه ان انت في ثلاث ارباع اليوم ما بتدخلش، فتقدر تكمل الربع التاني. وممكن كمان يقلل من قبل رمضان تدريجيا، ده هيساعده برضه. طبعا. تمام. طيب عايزين حضرتك تدينا كبسوله نصايح بالنسبه للمشاكل النفسيه. يعني زي ما قلت لحضرتك، يعني اول حاجه ممارسه الاسترخاء، ممارسه التامل، لعب الرياضه بشكل مستمر، الاكل الصحي، الحياه بشكل سليم، التعبير عن الانفعال، مصاحبه الاخرين، فعل الخير، الحاجات دي كلها على فكره ليها اثر ومردود نفسي كبير جدا، وبتؤدي الى السلام النفسي للانسان. احنا لما بنعمل مثلا خير في رمضان، شوفي قد ايه بتبقى فرحتنا وقد ايه، وحتى في غير رمضان، ده لوحده بيؤدي الى نوع من انواع الاتساق النفسي، وان النفس تبتدي تبقى ايه مرتاحه، وتعمل تبقى حاسه ان هي بتؤدي رساله، لان احنا مش مخلوقين علشان نشبع حاجاتنا البيولوجيه فقط، ولكن عشان نكون كلنا مع بعض كمجتمع انساني. في ناس بتبقى خايفه قوي من فكره ان هي لو عندها مشكله نفسيه تروح لدكتور نفسي، يعني تنصحهم حضرتك بايه؟ هو للاسف احنا برضو دور الاعلام السلبي في فتره من الفترات اثر جدا على موضوع ان المفهوم الناس وخوف الناس من الذهاب الى طبيب نفسي بعده حاجات، اهمها ان انا لو رحت لطبيب نفسي هيعمل لي ايه،
رقم اتنين ان هيديني ادويه، والادويه دي ممكن تبقى ليها اثار مخدره، ان هو هيديني مهدئات، فيعني مش هيعمل لي حاجه. بينما احنا ممكن نروح ونصرف فلوس كتيره جدا ونبذل مجهود كبير جدا في العلاجات الروحيه، وبنقول ان هو ايه، كنوع من انواع الاستسهال. يعني انا دايما بدور على جزء غيبي، بينما في جزء ملموس اللي هو ان في مرض، والمرض النفسي ده موجود. الادويه النفسيه اقول لهم الادويه النفسيه ما بتعملش ادمان، ما بتعملش تعود، مش دواء الاكتئاب بيعمل ادمان. الادويه ما بتاثرش تاثير سلبي على الانسان، مش بس دورها ان هي تنيم الانسان، ولكن دورها ان في مواد في المخ بترفعها او بتقللها على حسب نوع المرض. يعني السيروتونين مثلا في الاكتئاب بيبقى قليل فبنرفعه، الدوبامين في الذهان والفصام بيبقى عالي فبنقلله، وهكذا. يعني الادويه ليها اثار جانبيه، ليها اثار جانبيه، بس احنا نقدر نتغلب على هذه الاثار عن طريق التعامل مع طبيب. فانا بنصح كل الناس اللي عنده مشكله نفسيه يا ريت يعرض نفسه على طبيب نفسي، ويثق تماما ان الاطباء النفسيين ما بيدوش ادويه مخدره ولا بتهدئ الاعصاب فقط، ولكن هي علاجات زي ما في علاج للقلب والضغط والسكر، في علاج للاكتئاب والذهان والقلق والتوتر والوسواس القهري. طيب الوسواس القهري، يعني حضرتك قلت الوسواس القهري، المرض بتاع الوسواس القهري دول، يعني حضرتك تنصحهم بايه علشان يقللوا من الوسواس ده، ولا لازم ان هم فعلا يروحوا يتعالجوا وياخدوا علاج؟ يعني في هو على حسب نوع الوسواس. بصي، اي مرض كلنا ممكن نبقى موسوسين، وحضرتك النهارده جايه الساعه 8 فانت موسوسه نازله من بيتك بعد الفطار على طول عشان توصلي الساعه 8، ده وسوسه. يعني ده ايه؟ التزام، يعني فكره بتطرق عليكي. امتى يبقى من وسواس قهري نحتاج لعلاج؟ لما الوسواس ده ياخد وقتي كله، انا حاسس ان ايديا مش نظيفه فطول الوقت انا في الحمام بغسل ايديا، لما اكون حاسس مثلا ان انا شكلي مش مظبوط فكل شويه عمال اقف قدام المرايه وارجع وارجع وارجع، فيستهلك جزء كبير من وقتي ويعقني عن اداء وظيفتي الاجتماعيه والحياتيه، ساعتها يبقى ده ايه؟ مرض. يبقى ساعتها احنا محتاجين علاج، ومش دايما العلاج ادويه، بالعكس احنا في الوسواس القهري بالذات بنبتدي بالعلاج السلوكي المعرفي، ثم بعد كده العلاج النفسي، يعني العلاج الدوائي. ما بنلجاش للعلاج الدوائي الا في الحالات الشديده لما يكون الوسواس خلاص مأثر عليا ومش قادر على ان انا استمر في الحياه بهذا الشكل، فبندي ادويه تقلل شويه من الوسواس، ولكن لازم تستمر برضه على علاج نفسي سلوكي. والعلاج النفسي السلوكي بيكون فكرته في موضوع الوسواس القهري اكتر هو ازاي اني اواجه وساوسي، وازاي اتعامل معاها، اعمل لها عقلنه، وازاي ان انا اتعامل مع الوسواس وما استجبش للوسواس، وازاي ان انا اقلل من الوسواس من دماغي او بافكاري وسلوكياتي. ايوه انا قصدي كده، يعني لو مثلا ان انا اخاف ان انا ابقى فاتحه حاجه او عايزه اتاكد على كذا حاجه، ازاي ان انا اقدر اتخلص منه من غير ما اخد ادويه؟ بصي، الفكره يعني زي ما بيقولوا كده، الفكر لا يحارب الا بالفكر، فالفكره لا تحارب الا بفكره اخرى. فانا في دماغي فكره ان انا مش قافله الانبوبه مثلا ومسيطره عليا، ورحت مره وشيكت ولقيت ان انا قافله، بعد ما رحت عند البيت باب الشقه رجعت تاني، رجعت برضو اشيك وتالت ورابع وخامس، في المره الخامسه لازم اقول لنفسي لا، انا قافله الانبوبه، لازم انا ابتدي اتعامل مع السلوك ده بشكل، مع الفكره دي بشكل مضاد ليها، واحط فكره تانية، استبدل فكره مرضيه بفكره سليمه. تمام؟ تمام. طيب والاطفال، المفروض ان الاطفال، يعني نقطه تانية بنتكلم فيها، المفروض ان الاطفال التكنولوجيا يقعدوا قد ايه مثلا على اللابتوب او الموبايل؟ يعني والله بصوا، يعني ما يصابوش بمرض توحد او اي امراض. يعني انا بنصح دايما ان الاباء والامهات اللي بيجوني ان على يعني بالكتير قوي ساعه في اليوم، اعتقد ده يبقى يعني مور ذان انف، يعني اكتر من اللازم، ان احنا لان زي ما حضرتك قلتي ان كثير من الاباء والامهات بيسيبوا لاولادهم التابلت وبيسيبوا لاولادهم التليفونات على اساس هو مشغول، فالولاد طول الوقت قاعد بيلعب وهو مش عارف ان اللعبه دي ممكن تؤثر عليه وتصيبه بنوع من انواع الامراض التوحديه والامراض النمائيه. طيب عايزين حضرتك تقول لنا برضو يعني ازاي نقدر نتغلب على الاكتئاب في حياتنا عامة، مش في الصيام بس او مش في رمضان بس. هو طبعا الاكتئاب زي ما بيقولوا هو مرض العصر، ونسبة المكتئبين في العالم نسبة مش قليلة،
وقالوا ان الاكتئاب هو ثالث مرض انتشارا في العالم. ده منظمه الصحه العالميه قالت ان ده ثالث مرض انتشارا على مستوى العالم. الاكتئاب ليه اسباب كتيره جدا جدا جدا، وزي ما قلت لحضرتك، ولكن خلينا نقول على الاكتئاب الخفيف والمتوسط، اللي هو الاكتئاب اللي كلنا بيصيبنا حاله من الكآبه من الحزن. طبعا الرجوع لربنا ده واحد من الاسباب الاساسيه ومن الحاجات الاساسيه اللي ممكن نعملها علشان نقلل من الاكتئاب. تمام. ولما بنلجا لربنا بنلجا لربنا بيقين وبقلب، فبالتالي بنحس فعلا ان في حد بيساعدنا وقوة اعلى مننا ممكن تساعدنا وتريحنا في الموضوع ده. ثانيا، ممارسة الرياضة، ده برضو من الحاجات المهمة في علاج الاكتئاب، لان الانسان لما بيمارس الرياضة في اندورفين بيطلع من المخ، ده بيزود السيروتونين وبيخلي الانسان بيبقى اسعد شوية واكثر سعادة شوية. ممارسة الحياة العادية، الضغط على النفس والتأقلم مع الضغوطات مهم جدا جدا جدا، ان انا لما ابقى حواليا ضغوطات احاول اتأقلم معاها. وقدرة اي انسان هو مرونته النفسية في التعامل مع الضغط. يعني ايه الفرق؟ كلنا ممكن نزعل، لكن ايه الفرق ان حضرتك يجيلك اكتئاب وانا ما يجينيش اكتئاب؟ ان انت مرونتك النفسية اقل من مرونتي النفسية. فالمرونة دي عاملة زي الايه؟ يعني الانسان يكون زي ما بيقولوا كده، لا تكن صلبا فتنكسر ولا تكن هشا فتأخذك الرياح. فالإنسان يكون مرن، يقدر يتعامل مع الضغوطات، يقدر يتعامل معها بشكل سليم. يبتدي برضو الأعمال الخيرية، القعدات وسط الناس، الكلام مع الناس، التعبير عن المشاعر مهم جدا عشان تقليل الاكتئاب. يعني الاكتئاب أصلا طبعا، والعمل طبعا، العمل. والإنسان ممكن أنت لما تكوني مكتئبة وتضغطي على نفسك وتشتغلي أكتر، هتلاقي كل حاجة بتحسسك بقيمة، كل حاجة بتقلل الاكتئاب. ففي يعني إيه معادلة عكسية ما بين الاكتئاب والقيمة، كل ما كانت قيمتك أعلى وأنت بتعملي حاجة، فأنت حتى برغم اكتئابك إيه بتقدري إن أنت، سواء العمل ده عمل خيري أو عمل تطوعي أو عمل حقيقي يعني شغل، يعني بيفرق كثير جدا مع الإنسان. طيب، ويعني ساعات كده بنلاقي حد يقول زي ما قلت لحضرتك في الاول ان هو بيبقى متضايق او مخنوق، حضرتك قلت لي ان المفروض ان احنا ما نضغطش عليه، بس انا عايز اعرف ايه اصلا سبب كده؟ يعني ده بيبقى تراكمات فعلا ولا ده بيبقى؟ ما احنا لسه بنتكلم ان الاسباب هنا كتيره جدا للاكتئاب والضغط النفسي، الضغوطات اللي علينا. انت عليكي كم ضغط في حياتك؟ كتير. انت عندك كم سنه؟ 23. طب 23 سنة وعليك ضغوطات كتيرة. تخيلي بقى لما يبقى عندك 40 أو 50 أو 60 أو، فكل ما بتكبري كل ما الضغوطات اللي عليكي بتزيد، وكل ما قدرتك على التأقلم مع هذه الضغوطات بتزيد. أنت بقى ننكسر لما نيجي في حتة معينة مش قادرين، اللي بنقول عليها القشة التي قسمت ظهر البعير، إن ممكن أبقى كل حاجة في حياتي مضغوطة بس مجرد حد بس كلمني كده بطريقة مش كويسة اقول ايه خلاص ده يعني هي دي بقى اللي جيب لي الاكتئاب. يعني تراكمات. شكرا حضرتك جدا يا دكتور. العفو يا فندم. اعزائي المشاهدين، كان منورنا النهارده في الاستوديو دكتور وائل فؤاد سليمان، استشاري الطب النفسي وعلاج الادمان، ومدير مركز الهدوء للطب النفسي وعلاج الادمان، ومدير مستشفى الخنكه سابقا. بنشكر حضرتك جدا يا دكتور على المعلومات القيمه. شكرا يا فندم. اعزائي المشاهدين، وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. سعدت جدا بوجودي معاكم، ويا رب اكون اسعدتكم. انتظروني الحلقه القادمه ان شاء الله، موضوع جديد ومهم جدا جدا، انتظروني.